فين ما سبت اشيب فين 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 عمره كم؟ عمره 5 سنة. حصل لي حرب، يعني أنا تعبان شديد في الشارع، بشيل عيالي في راسي، وعندي زي 4 عيال، بشيل واحد في راسي وواحد في ظهري. وجعانين وتعبانين في الشارع، يعني حاجة بناكلو زاد وما في. حكاية بتاع شهر غاية وتعبانين لحد ما وصلنا الحمد لله. فقدوا ناس كتار هنا سي، يعني هنا بس شيل خلانا نجوا هنا ده. مشكلة العطش والجوع والمرض للأطفال خلانا نجوا جارين هنا ده. هاي يعني فقدوا ناس كتار. We have to admit it's not a state-of-the-art relocation. It's really a bit of an evacuation. Let's put it as it is. But for us, it's key to move people as soon as possible because the conditions are not good where they are. Gracias.